السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلبة قد يكون طعمها لاذعا، ولكن هذه البذور الصفراء تحتوي مستودعا للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. لذلك سوف نناقش في هذا الفيديو أهم الفوائد الصحية العديدة لشرب ماء الحلبة، كما سوف نتعرف على كيفية تناول بذور الحلبة وأهمية ذلك لصحة الإنسان. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. ما هي أفضل طريقة لتناول الحلبة؟ كل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة، ثم توضع في كوب من الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة. وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، يمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل لترى النتائج المذهلة لصحتك. تعتبر الحلبة من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم. إذن كيف تساعد الحلبة في الحفاظ على الصحة؟ الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي. الفوائد الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق: تساعد على كسب الوزن. يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية. إن تناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر سيلاحظ الإنسان الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة. عملية الهضم: تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية لأنها من المكونات الغنية بالألياف. تتحكم في ضغط الدم: تحتوي الحلبة على مركب يسمى الجلاكتومان والبوتاسيوم، وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم مما يقي من الإصابة بضغط الدم المرتفع. تخفض الكوليسترول: أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكوليسترول الضار، وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع في الجسم. التهاب المفاصل: تستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويعود ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. تحمي من السرطان: تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، والتي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم وخصوصا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان. مرض السكري: كما تحدثنا تحتوي بذور الحلبة على الجلاكتومان، وهي واحدة من مكونات الألياف والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري. حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية. تساعد بذور الحلبة في تقليل حرارة الجسم، حيث تأخذ منعقة من بذور الحلبة وتنقع طوال الليل في كوب من الماء، ثم تصفى ويتم تناولها على معدة فارغة. كما يمكن مضغ البذور أو طحنها ووضعها على الرأس لتعطي شعورا بالتبريد، تعطي البشرة نضارة وحيوية. يساعد شرب ماء بذور الحلبة على الحفاظ على نضارة وإشراق البشرة، كما يعطيها لونا ورديا طبيعيا جذابا. تحافظ على صحة وجمال الشعر، حيث تعمل بذور الحلبة على التخلص من بعض مشكلات الشعر مثل التساقط والحشرات. مفيدة للسيدات: تساعد بذور الحلبة في تسهيل أيام الحيض، وتستخدم كمدر لحليب الأم. بالإضافة إلى ذلك، مشروب الحلبة مفيد في المرحلة الأخيرة من الحمل، لأنه يساعد في تقليل الدهون والكوليسترول الضار، ويسهل الولادة، ويتخلص من الالتهابات والتشنجات ويقوي الرحم. ولكن يمنع تناول الحلبة في الشهور الأولى من الحمل لأنها تسبب الإجهاض للجنين. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.